بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المشايخ الأعزاء، أيها الآباء الكرماء، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يسعني أن أتكلم في هذا المقام بينما أنا بين مشايخي الذين علموني وربوني تربية إسلامية صحيحة في صعود عمان، جزاهم الله عنا خيرا. ولي شرف كبير في أن أجد نفسي معهم في هذه اللحظة السعيدة في هذه المدينة وفي هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لنتعاون جميعا فيما يتعلق بأمور ديننا الإسلامي. والذي أريد أن أبلغه إليكم هي كأنها شبه رسالة. أولا، أنا من جمهورية مالي، ولدت على المذهب المالكي ولم أكن إباضيا ولم أعرف أن الإباضية شيئا. فدرست القرآن الكريم على يد والدي حفظه الله تعالى، وهو حفظني القرآن وأنا ابن 11 سنة. ثم انتقلت من مسقط رأسي إلى عاصمة باماكو، فهناك واصلت الدراسة إلى أن شاركت في مسابقة قرآنية وطنية هناك في جمهورية مالي، فكنت بالمركز الأول. ثم سافرت ذلك، ثم سافرت بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية لأمثل دولة مالي في مسابقة قرآنية دولية هناك، هذا في سنة 1995. فهناك في مكة المكرمة التقيت بأول شخص من عمان اسمه طلال المعولي، أول طالب التقيت به في مكة المكرمة. فكان هناك مجموعة كبيرة من الطلبة الذين جاءوا من مختلف البلدان الإسلامية والعربية والعالمية، فكنا نعيش في فندق واحد. وسألته عن اسمه وعن مذهبه وعن دولته، فقال اسمه طلال المعولي، ومذهبه يعني هو إباضي، ودولته من عمان. استغربت من هذا المذهب الجديد الذي لم أسمعه سابقا. على كل حال، يعني بقينا هناك في غضون أسبوع كامل، لكن كانت العلاقة بيني وبينه علاقة متينة وحميمة جدا. أكثر من 300 طالب، لكن كلنا يعني كنت أعيش مع هذا الأخ نظرا إلى أخلاقه العالية الفاضلة وما لاحظ فيه يعني من الإنسانية والمروءة، أحببته حبا كثيرا، فكنت أعيش معه في أغلبية الأحيان، وكنت أسمعه ويسمعني استعدادا لهذه المسابقة. لم نخوض في تفاصيل أخرى حول المذاهب وما يتعلق بذلك. المهم، بعدما انتهينا من هذه المسابقة، وجه إلينا دعوة إلى المدينة المنورة بالنسبة للأفارقة. أما الذين جاءوا من الخليج عندهم ما يكفيهم من المعاهد الدينية، أما طلبة الأفارقة فنحن بحاجة إلى مواصلة الدراسة في الخارج. نحن انطلقنا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لتجرى هناك مقابلة شفوية مع المشايخ بالنسبة للراغبين في الدراسة هناك في السعودية، فكنت من بين الطلبة الذين حضروا هذه المقابلة. ولما وصل إلي الدور دخلت إلى المشايخ، فوجهوا إلي بعض الأسئلة، هي عبارة عن أسئلة بعيدة عن الموضوع. السؤال الأول، هم يعرفون كل طالب من خلال جواز سفره ما هي الأفكار التي تنشط عنده وما هو المذهب الذي عنده، فهم وجهوا إلي أول سؤال، ماذا تقول في القرآن الكريم؟ استغربت من هذا السؤال، فقلت على كل حال من أي ناحية؟ قالوا هل تعتقد أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فأنا كنت لا أعرف شيئا من هذه الأمور، فنحن في مالي لا نعرف هذه القضايا لا إثباتا ولا إنكارا. وبالتالي قلت على كل حال هذا السؤال فاجأني، ولا أستطيع أن أجيب شيئا عن هذا السؤال، إلا أنه يحضرني الآن في هذه الجلسة تحضرني آيتان من القرآن الكريم وهما متشابهتين. الآية الأولى في سورة الشعراء يقول الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. والثانية في سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فكلمة محدث حسب ما أفهمه، أنا لست عربيا ولست عالما، لكن حسب ما أفهمه من كلمة محدث أنه عكس القديم، فإذا كان ضد القديم فهذا يعني أن القرآن ليس قديما، فإذا لم يكن قديما فهذا يعني أنه مخلوق. لكن الفطرة لكن ما عندي أدلة من الأحاديث ولا من أقوال العلماء.
قال نعم. السؤال الثاني: ماذا تعتقد في حجاج ابن يوسف؟ قلت هذا السؤال أبعد من أخيه. وعلى كل حال يعني قرأت له إيجابيات وقرأت عنه سلبيات كثيرة. من بين الإيجابيات التي قرأتها، فيقال هو كان مولعا بقراءة القرآن وكان يختم القرآن كثيرا، فيقال وبالغ البعض بأن قال عدد ختماته كعدد النجوم، طبعا هذا مبالغ. ويقال هو ساهم في تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء وأثمان وأربع تسهيلا للتلاوة. فإن صح هذا فالمسلمون يستفيدون وما زالوا يستفيدون. لكن في الجانب الآخر قرأت عنه سلبيات كثيرة، من أهمها أنه قام بقتل الكثير من العلماء من بينهم سعيد بن جبير. فإذا صح هذا فالله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن الحكم عليه الآن بالتحديد أين هو؟ في الجنة في النار؟ الله أعلم. استشار واحد منهم غضبا فقال لي: يا بني، لماذا وجه إليك هذه الأسئلة؟ لأنك سجلت عليك ملاحظة. أيام كنتم في مكة المكرمة كان هناك مراقبين قد سجلوا عليك ملاحظة بأنك تعيش مع طالب عماني. هؤلاء خوارج، مذهبهم فاسد لا وليس عندهم عقيدة. فنحن خفنا ألا تكون قد تأثرت به وبأقواله لأنك سجلت عليك ملاحظة. فنصيحة، وأنتم في أفريقيا عندكم أفكار صوفية وعندكم أخرى، لكن هذه العقائد ما عندكم. فإذا كنت قد تأثرت به نصيحة يعني أن ألا تكون يعني قد قبلت ذلك. فقلت على كل حال أشكركم جزيلا شكر على هذه النصيحة وشكرا جزيلا. ثم خرجت فكنا من مالي أربعة أشخاص، ثلاثة منا تم قبولهم وأنا رفض يعني قبولي. ففي الصباح رأيت يعني قائمة معلقة بالنسبة للذين تم قبولهم ولم أرى اسمي، تأسفت كثيرا. فرجعت إلى مالي متأسفا فقلت: الله على ما الذي يعني ما الذي تسبب في رفض هذا القبول. لكن الآن استغربت، أنا عشت مع واحد يعني ما شاء الله في القمة في الأخلاق، يعني في التعامل في التواضع يعني في النصح، مع أن هذا الإنسان يحمل فكرا يعني مزيفة أو يحمل عقيدة فاسدة. هذا فيه لابد من أن أقوم بالبحث عن الإباضية. ما هو الإباضية؟ ما هي الإباضية؟ فرجعت إلى مالي من 95 إلى 99 أبحث عن الإباضية، لم أجد أي كتاب ولا أي شيخ ولا أي أثر، لم أسمع أحدا يعرف الإباضية شيئا. لكن الله تعالى قدر في 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 الإجازة الصيفية من 99 جاء هناك بعض المشايخ من عمان، وكانوا يتصلون مع أحد الإخوة، فجاءوا إلى مالي قبل قدومهم. اتصل بهذا الأخ فقال لي: أنا سأجد ضيوفا من عمان، أطلب منك أن تتعاون معي في استقبالهم. قلت: من عمان؟ هذا حلم، الله أعلم. على كل حال أنا مستعد. فوصل الضيوف إلى هناك، فكانوا اثنين، واحد منهم اسمه الشيخ عبد الله ابن مبارك العبري، والثاني الشيخ سامي المفردي، الشيخ أحمد بن ناصر المندري. المهم وصلوا هناك فبقوا عندنا لمدة 11 يوم، وكان معهم بعض الكتب من الإباضية، كتب الإباضية فيها كتب العقيدة وخاصة الحق الدامي لسماحة الشيخ وأشرطة لمحاضرات ودروس. اقتنيت هذه الكتب والأشرطة فأغلقت نفسي لأستمع إليها وأقرأها، فكأن الله تعالى أراد مني خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقصصوا عليهم القصة فقالوا: ما زلت حتى الآن يعني تحاول دراسة الخارج؟ قلت: نعم. قالوا: قدم إليه الملف. فقدمت إليه الملف، فقدموها إلى عمان عن طريق الفاكس. استعجلوا وكتبوا فيه تزكية إلى سماحة الشيخ هنا في مالي طالب كذا كذا كذا، نريد أن يتم قبوله في معهد العلوم الشرعية. مباشرة جاءت الإجابة فتم قبول هذا الطالب. ماشي مقابلة. فحقيقة يعني سررت كثيرا، فحملت أهلي إلى مسقط رأسي لأستعد للذهاب إلى عمان. إذن في شهر سبتمبر سافرت إلى عمان لأول مرة أنزل في معهد العلوم الشرعية. ومن حسن الحظ يعني كان الشيخ سعيد القلوبي حفظه الله تعالى كان في سكن الطلبة، وكان باحث له غرفة خاصة
في نفس السكن في مدينه رويد. فكنت انما اخرج من المعهد مباشره ادخل اليه مباشره واوجه اليه على فهكذا بدات اقرا عن الاباضيه واسال واوجه الاسئله التي تهمني كثيرا واقارن بين ما درسته في المذهب المالكي سابقا في العقيده وفي الفقه وبين ما اقراه الان في العقيده الاباضيه والفقه الاباضي، فوجدت ان الفرق شاسع جدا. والذي يعني شجعني على ذلك على التحول الى الاباضيه هو ما لاحظته من كرم الاخلاق ويعني ما شاء الله حسن التعامل التواضع مع اولئك الطلبه الذين كنت اكبر منهم سنا وكنت اعيش معهم في غرفه واحده. وكمثال بسيط، عندما تاتي مكالمه من الخارج فهذا المتصل يريد ان يعطي يعني للذي تلقى المكالمه مثلا يريد ان يعطيه رقما، فهذا الذي تلقى المكالمه ياخذ قلم من الطابله، طالب صغير، فهو يخرج من الخارج ليبحث عن صاحب القلم ليسطر به رقما. من صاحب القلم؟ من صاحب القلم؟ من صاحب القلم؟ اذا لم يجد صاحب القلم يقول للمتصل معذره اقطع المكالمه حتى اجد القلم. وانا استغرب واشوف هذه يعني يتحفظون من استعمال مال الغير حتى مثل القلم. وانا عشت في بيئه، جئت من دوله ممكن ان اقول اذا بالغت ممكن ان اقول الانسان ياكل الانسان فضلا من ان ياكل ماله ياكل نفسه. فكيف هؤلاء الطلبه يتحفظون من استعمال مال الغير ولو بالقلم؟ اذا هذه الاخلاق العاليه الفاضله التي لاحظتها في اولئك الطلبه فضلا عن اولئك المشايخ سماحه الشيخ حمود الصوافي، يعني مشايخ ما شاء الله لا يعدون ولا يحصون. كل شيخ رايته هو نفسه عندما يشتري شيئا من السوق يحمل حاجته بنفسه. اذا اردت مثلا ان احمل شيئا ما مثلا الشيخ خالد خوالدي كان مشرف يعني مشرف السكن، اذا اشترى شيئا من السوق اريد ان اخذه عنه يقول لا انا احمل نفسي، انا احمل اغراضي بنفسي. فانا لم اتعود هذه الامور. على كل حال هذه الاخلاق العاليه الفاضله هي التي شجعتني التحول والانتقال من المذهب المالكي الى المذهب الاباضي. فبعد ذلك في تلك الايام درست ايضا ان الاباضيين كانوا في مالي، بل وهذا ما اثبته كثير من غير الاباضيه، مثلا رحله ابن بطوطه الرحال اثبت في كتابه في رحلته بانه عندما وصل الى مالي وجد هناك قبيلتين، قبيله توري وقبيله السنغو. قبيله السنغو وهم على المذهب الاباضي، وعرف ذلك قائلا هم فرقه من الخوارج. والقبيله التوري هم على المذهب السني المالكي، هكذا ذكره ابن بطوطه. وهناك دكتور ليس اباضي، دكتور سوداني اسمه دكتور احمد الياس، هو يعني اصدر كتابا صغيرا بعنوان دور فقهاء الاباضيه في اسلام مملكه مالي. دور فقهاء الاباضيه في اسلام مملكه مالي. فعرفت ان الاباضيه كان لهم دور كبير في مالي، بل هم الذين ادخلوا الاسلام الى مالي. فلماذا الان لا اتفكر بعد التخرج في ان اقوم بانشاء جمعيه، هذه الجمعيه تهدف الى اعاده الاباضيه مره ثانيه في تلك الربوع. اذا فهنا عقدت العزمه على ان اقوم بذلك في اخر الاجازه التي هي اجازه 2002، يعني ما لاني تخرجت 2003. في تلك الاجازه الاخيره جمعت بعض الشباب الماليين الذين اتوصوا فيهم الخير، فقلت لهم على كل حال انا اتيكم بكنز فيه سعاده الدين والدنيا. درست في عمان، على كل حال اكتشفت الحقائق التي لا غموض فيها ولا غبار فيها. الذين كنت اتعاون معهم من قبل استدعيتهم واحدا تلو الاخر، فقلت لهم اريد ان اقوم بتاسيس جمعيه تحمل هذا العنوان، الجمعيه الخيريه للاستقامه الاسلاميه في مالي، لان اصحابنا الاوائل كان لهم اسماء، اهل الدعوه، جماعه الدعوه، اهل الاستقامه، هكذا. اذا بعدما قمنا بدراسه ما تحتاج اليه بيئه مالي جعلناها كاهداف، لان دوله مالي دوله عدد المسلمين 95%، الا ان الاميه تنتشر بشكل لا يتصور. يعني ممكن الذي يكتب ويقرا في مالي لا يتجاوز 5 أو 6%، لان التعليم ليس اجباريا. غالبيه الناس لم يتعلموا،
رجالا ونساء كبارا وصغارا لا العربيه ولا الفرنسيه، لان تعليم عندنا يعني في المدارس الحكوميه كلها باللغه الفرنسيه ولا علاقه لها بالتربيه الاسلاميه وليس فيها ماده عربيه اصلا. اذا فالاجداد والاباء كانوا يمنعون ابنائهم من ان يدرسوا في تلك المدارس، بل يحفظونه القران ويكتفون بذلك ولا يعرفون شيئا عن العربيه. اذا فجعلنا الهدف الاول لهذه الجمعيه ما هو الاميه، لكي نستطيع ان نوصل الدعوه الاسلاميه فلا بد ان نكون بمحل الاميه، وهذا هو الهدف الاول لجمعيه الاستقامه محل الاميه. والان وصلت الفروع الى 61 فرعا، في كل فرع ممكن 70 شخص 80 شخص 60 شخص بين رجل ومراه وبنين وبنات يدرسون، ابتداء من سور القران الكريم كفاتحه فيها اخطاء نصححها، ثم نعطيه صور، ثم نصحح ما ينبغي تصحيحه من العقيده كالاعتقاد في الشعوذه وما شابه ذلك، لان خلق القران غير مخلوق، الله يرى لا يرى، هذه الافكار لا يعرفون عنها شيئا، فلذلك نحن تركناها جانبا الى اي حين وقتها. والهدف الثاني لهذه الجمعيه هو محاربه البدع والعادات السيئه، لان الدوله كما تعرف بغياب العلم لا يعرفون عن الاسلام شيئا. كيف تعرف المسلم عندما تراه يصلي خارج الصلاه؟ لا تعرفه مسلما، لا في تجارته ولا في صناعته ولا في زراعته ولا في اسواقه ولا في اي مكان، يعني لا تعرف اصلا ابدا ان تعرف ان هذا مسلم. ليس هناك فرق بين مسلم وغير مسلم في التعامل. اذا فهناك اختلاطات كبيره بين الرجال والنساء والصفور حدث ولا حرج. اذا ففي الاعراس وما شابه ذلك يعني فيها مغالاة كثيره جدا، فيها تبذير واسراف. هذه الامور نسعى قدر الامكان الى تقليلها وازاحتها عن الساحه. اذا هذا هو الهدف الثاني للجمعيه، محاربه البدع والعادات السيئه. الهدف الثالث توحيد صفوف المسلمين. توحيد صفوف المسلمين، لان في مالي المذهب المالكي فقط. نحن ما عندنا شافعيه ولا حنفيه ولا حنابله. لكن قبل 40 سنه جاء هناك الفكر السلفي الوهابي بكل قوه، باموال طائله، بمساجد ومؤسسات كبيره، استطاعوا ان يوصلوا فكرهم الى كثير من الناس. وبعدهم ايضا بفتره جاء هناك الفكر الشيعي من ايران. اذا اما الذين بقوا على المذهب المالكي انقسموا الى طوائف صوفيه، مالكيه، تجانيه، قادريه، هم يهتمون بطرق الصوفي اكثر من اهتمامهم بالمذهب المالكي. فلذلك نحن راينا ان هؤلاء الناس نحن بحاجه اليهم جميعا. فاذا قلنا لا نتعامل الا مع الاباضيين فليس هناك اي اباضي، لا بد من ان نفتح صدورنا مع هؤلاء الناس، مع المالكيه، مع القادريه، مع التجانيه، مع الوهابيه، مع الشيعه، حتى نعلمهم باخلاقنا قبل ان نعلمهم باقوالنا، كما علمنا باخلاق اولئك الرجال قبل ان يعلمونا باقوالهم. فراينا اننا ننجح في ذلك بفضل الله تعالى. اذا الهدف الاخير لهذه الجمعيه هو التعاون الاجتماعي، لكي نستطيع ان نبلغ الدعوه بكل سهوله لا بد من ان نقدم خيرا. واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه. ابراهيم عليه السلام لما جاء اليه الضيوف قوم منكرون فراغ الى اهله، اذا نحن فتحنا مشاريع خيريه، فمن بين هذه المشاريع حفر الابار. عندنا اكثر من 60 بئرا تم حفرها من المحسنين المتبرعين من عمان ومن وادي ميزان. اكثر من 60 بئرا كلها تم حفرها لوجه الله تعالى بدون اي مقابل. عندما نقوم بحفر اي بئر في اي منطقه، اصحاب المنطقه يفتحون صدورهم ويلحون علينا ان نفتح فرعا لتعليم اولادهم ونسائهم مباشره لاجل بئر واحده. عندنا مشروع كفاله الايتام، كم من ايتام فصلوا وحرموا عن الدراسه نظرا لعدم وجود من يقف بجانبهم. الجميع انما تتكفل بمجموعه من الايتام، اولياء الايتام ينضمون للجمعيه. عندنا مشروع افطار الصائم في شهر رمضان، نهيئ ما يمكن تهيئته الى المساجد من الاطعمه والاشربه، نفطر مع الصائمين بين المغرب والعشاء، ننتهز فرصه للقاء درس. وفي الصباح الباكر ياتون، اين الجمعيه؟ اين مقر الجمعيه؟ اين كذا كذا كذا؟ ما شاء الله. اذا هكذا، والان حصلنا على قطعه ارضيه نصف هكتار في العاصمه. واستطعنا بفضل الله تعالى ان نبني اول جامع اباضي في مالي، يسعى لألف مصلي. تم بناء هذا الجامع، وتم الحصول على الافرشه، وتم ترشينه. وبجانب هذا الجامع تسعه اقسام، سته للمدرسه النظاميه، فيها عقيده، فيها شريعه كذا كذا،
وثلاثة أخرى لتحفيظ القرآن الكريم. إذن هناك مشاريع أخرى كثيرة والمجال لا يسع لذكرها. المهم الجمعية لها اعتماد رسمي من الحكومة ولها بدعة خاصة. عدد المنخرطين الجمعية الآن يصل إلى 6200 شخص، لكل شخص يحمل بطاقة خاصة برقم خاص، نعرف هذا العدد من خلال هذه البطاقات. إذن سنويا نلتقي في جماعة عامة لكي نقدم التقارير التي استطعنا أن ننجزها والتي لم نستطع أن ننجزها. إذن الآن الجمعية تتوسع على 7 محافظات من بين 8 محافظات، يعني في كل محافظة هناك فروع للجمعية. الآن الجمعية سبقت أن عقدت أول مؤتمر في 2006، والآن نسعى في هذه الإجازة الصيفية القادمة لعقد ثاني مؤتمر للجمعية. نرحب بجميع الرياضيين بما فيهم عمانيين والجزائريين والتونسيين والليبيين. نريد أن نتشرف ونريد أن نرى الإباضيين في جمهورية مالي، لأن يعني الساحة لأن الدولة يعني مهيئة للقبول بمثل هذه الأفكار التي ما شاء الله تنشر الدعوة بالحكمة. فنحن نطلب منكم كل واحد حسب موقعه أن يساعدنا في علمه وفي ثقافته وفي مادته وفي كل ما يهمنا وكل ما يهم المسلمين. ونشكرهم جزيل الشكر على وأعتذر التطويل، فقط يعني هذه رسالة لكي تعرفوا أن هناك إخوة إباضيين، فإن يكفر بها هؤلاء الذين يحاربون الإباضية الآن فقد وكلنا بها طوبا ليس بها بكافرين. نحن مستعدون ونحن نعتز بالإباضية ونفتخر بالإباضية. نريد أن تشجعوا كلهم، والله أنتم الحق، مذهبكم مذهب واضح وناصح لا لبس فيه ولا غبار، مذهب ليلها كنهارها ونهارها كليلها. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.